الكون العظيم يبارككم شباب. نلتقيكم اليوم من منصة الزوم الثلاثاء الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وننتظر إلى الساعة 10:30 لنبدأ الجلسة. في هذه الجلسة الالتحاق يكون للجميع. نقوم بإعلان حريتنا وأبديتنا، نعيش بوعي الأبدية، وعي الضوء، وعي الحرية، وعي الثراء الأبدي، وعي الحماية والأمان الأبدي. كيفية الالتحاق بمنصة الزوم والاشتراك بهذه الجلسة يكون كالتالي: تسجل بخدمة إيميل جديد، أما تستخدم بروتون ميل يعطوك 500 ميجا بايت مجانا، هذه أمامكم بروتون ميل، أو خدمة توتانوتا يعطوك 1 جيجا بايت مجانا، أمامكم هذه توتانوتا. والتسجيل بأحد هذه الخدمات جدا بسيط، وإذا تجد خدمة توتانوتا لا تشتغل في بلدك فتسجل بخدمة بروتون ميل. وأرسل لكم شباب روابط خدمات الإيميل في خانة الوصف، وتتصلون بنا عن طريق الإيميل lightforever@totanota.com، وترسل لي رسالة تقول أريد أن ألتحق بجلسة يوم الثلاثاء، مع ملاحظة أن الرسائل من إيميلات غير بروتون ميل أو توتانوتا لا نجيب عليها. وأنا أرسل لك رابط الحضور إلى منصة الزوم، وأعين لك اسم يكون بهذه الصيغة، يكون على شكل، يعني أرسل لك اسمك في الالتحاق معنا يكون بهذه الصيغة: ضوء كوني ورقم. ورجاء أنك تدخل في منصة الزوم بهذا الاسم الذي نعينه لك. ورجاء أيضا معرفة أنك لا تستطيع الالتحاق بدون أن نعين لك اسم. نترككم أيضا بعد هذا الملخص في جلسة سابقة في الصعود إلى الأبدية وعيش وعي الأبدية. برامجنا وحلقاتنا في علوم الميتافيزيكس شباب تجدوها في قناتنا في البتيتشوت bitshoot.com/channel/universallight، هذه أمامكم. والكون العظيم أخواني وأخواتي يبارككم ويملأكم بالفرص العظيمة، تعيشون حياة عظيمة ممتلئين بالظروف العظيمة. آمين آمين آمين. إذا نعلن أبديتنا، تتبعوني، تركزون على هذه الأشياء، تبقون على عيونكم مفتوحة إخواني وخواتي، تعيشون حال الصفاء، وهذه طبيعة الكون وطبيعتك، طبيعة الكون وطبيعتك حال الصفاء، طبيعتك وطبيعة الكون حالة حب وحالة فرح، طبيعتك وطبيعة الكون تحرر، نجاح، أمان. تتنفس بعمق وأنت تطبق هذه الجلسة وتتبعني، تقول أعلن أبديتي، أعلن قوتي، أنا صاعد إلى الضوء، في الضوء أعيش حريتي الأبدية، في الضوء أعيش حياتي الأبدية، في الضوء أعيش السلام الأبدي، وفي الضوء أستلم كل البركات الكونية. قول الآن: تحت البركات والحكمة الإلهية أستلم صحة أبدية، تحت الحكمة والبركات الإلهية أستلم سلام أبدي، تحت الحكمة والبركات الإلهية أستلم جمال أبدي، أستلم قوة أبدية، أستلم نجاح أبدي. ابدأ ابني وعي الاستلام، استلم، نعم استلم، قول أستلم، أستلم ثراء، أستلم صحة أبدية، أستلم فرح أبدي، أستلم أمان أبدي. هذه هي حياتنا، هذه هي حياتك. والحياتي في الأبدية، روحي في الأبدية، ظروفي في الأبدية، أفكاري في الأبدية، أنا راجع إلى أبديتي، أعيش أبديتي، أعيش أبديتي.
باسم الرب العظيم القوة الأزلية الخالقة لكل الأشياء، ترتفع إلى أبديتك يا أخي ويا أختي. باسم الضوء العظيم القوة الأزلية الخالقة لكل الأشياء، تعيش حياتك الأبدية، تعيش الضوء وتعيش الحرية الأبدية وتعيش الخير الأبدي وتعيش السلام الأبدي. باسم طاقات العناصر الخمسة، باسم الرب العظيم، باسم طاقة النار، طاقة الماء، طاقة الهواء، طاقة الأرض، تعيش أبديتك. تقول الآن معي، قول باسم طاقات العناصر الخمسة، باسم طاقة الرب العظيمة وباسم طاقة النار وباسم طاقة الماء وباسم طاقة الهواء وباسم طاقة الأرض، أعيش أبديتي، أعيش أبديتي. باسم طاقات الأحجار الكريمة، ترتفع إلى الضوء وتعيش أبديتك وأنت تتحرر من أي فكر سلبي، من أي همس سلبي، من أي صوت سلبي، من أي ظرف سلبي، وتعيش الضوء، تعيش تحرر أبدي، تعيش سلام أبدي، تعيش حب أبدي، تعيش فرح أبدي. وباسم هذه الأشياء العظيمة ترتفع إلى الأبدية، باسم النجمة الخماسية، باسم طاقة النار، باسم طاقة الورود، باسم طاقة الأحجار الكريمة، باسم طاقة شجرة الحياة، ترتفع أخي وأختي إلى أبديتك وتعيش الحرية الأبدية وتعيش السلام الأبدي وتعيش القوة الأبدية وتعيش هناك ممتلئ بالفرص العظيمة وممتلئ بالحياة العظيمة، بفكرك، بأنفاسك، بظروفك، بروحك، تعيش الفرص العظيمة وتعيش الأمان العظيم وتعيش السلام العظيم. أيها الرب العظيم، أيها الرب العظيم، أيها الخالق العظيم، أيها المكون العظيم لكل الأشياء، كل شخص يسمعنا، يشاهدنا، يحضر محاضراتنا، باركه وباركها، يرتفع وترتفع أخي وأختي، يرتفع ترتفع إلى الأبدية ويعيش وتعيش الضوء الأبدي والحرية الأبدية. باسم الرب العظيم تعيش الحرية الأبدية، باسم الرب العظيم تعيش الصفاء الأبدي، باسم الرب العظيم تعيش الأمان الأبدي، باسم الرب العظيم تعيش القوة الأبدية، باسم الرب العظيم تعيش الحرية الأبدية. أنت من هناك أتيت، أنت أتيت من الضوء، أنت أتيت من أكوان الحرية، أنت أتيت من أكوان السلام، أنت أتيت من أكوان الحب الأبدي، أنت أتيت من أكوان الفرح الأبدي، أنت أتيت من أكوان السلام الأبدي. فكرك الآن وروحك الآن وظروفك الآن وعواطفك ومشاعرك تعيش الأبدية. قل هذا الآن، فكري وروحي وعواطفي وظروفي وأحاسيسي تعيش الأبدية. تقول فكري وروحي وأحاسيسي وعواطفي وظروفي تعيش الضوء، وكل شيء حولي يعيش الضوء، كل شيء حولي يعيش الضوء، وكل شيء حولي يعيش الحرية، وكل شيء حولي يعيش الأبدية، وأنا أرتفع مع الأشياء التي حولي إلى أبديتي، وكلنا نعيش الأبدية، كلنا نعيش الخير الأبدي، روحك، ظروفك، فكرك، والأشياء التي حولك تعيش الأبدية، تعيش الضوء، وأنت متحرر من أي ظرف سلبي. نعلن باسم الرب العظيم أنت متحرر من أي ظرف سلبي، نعلن باسم الرب العظيم أنت تعيش الحماية الكونية الأبدية، نعلن باسم الرب العظيم تعيش الحب الأبدي، نعلن باسم الرب العظيم تعيش الثراء الأبدي، نعلن باسم الرب العظيم تعيش السلام الأبدي، نعلن باسم الرب العظيم تعيش الخير الأبدي. هذه حريتك، حريتك أنك تعيش خير أبدي، تعيش سلام أبدي، تعيش حب أبدي، تعيش فرح أبدي، تعيش أمان أبدي، تعيش قوة أبدية إلى الأبد، إلى الأبد تعيش الحرية الأبدية باسم الرب العظيم.
باسم الرب العظيم، باسم الرب العظيم. آمين 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 يا رب آمين.